أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب منفذ كرم أبو سالم لليوم الرابع أمام الشاحنات المصرية ولم تسمح بدخول أي منها، وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. هذا وتمارس قوات الاحتلال أقصى درجات العنف والتعسف ضد الشاحنات من خلال عرقلة دخولها إلى قطاع غزة. المزيد يطلع عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازالت تغطيتنا مستمرة معكم عبر شاشة القناة الأولى لمتابعة حركة الدخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم. اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بدخول أي من هذه الشاحنات إلى محيط منفذ كرم أبو سالم، وذلك لأن اليوم هو السبت وبالتالي هي إجازة من الجانب الإسرائيلي، ولكن نشير أيضا إلى أن اليوم هو الرابع التي قامت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق منافذ كرم أبو سالم بشكل كامل أمام الشاحنات المصرية والتي كانت من المفترض أن تتجه إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أيضا نؤكد أننا أمام مشهد متكرر من الإجراءات التعنتية والإجراءات التعسفية الكبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف عرقلة دخول تلك الشاحنات لاستخدام سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو الأمر الذي حذرت منه المنظمات الأممية بقطاع غزة من أن حرمان أكثر من 1.5 مليون فلسطيني ونازح من الإمدادات الغذائية وأيضا الإغاثية سوف يؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر مما هو عليه الآن، هذا إضافة إلى تعطل عمل كبير من المستشفيات بسبب نقص المواد البترولية والمحروقات، والتي أدت بشكل كامل بخروج عدد كبير من هذه المستشفيات وتعطلها عن العمل، ولم تعد تستحمل أو تستقبل أيضا عدد كبير من المرضى والجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا هو المشهد لدينا مشاهدينا الكرام، وأعود إليكم مرة أخرى.